اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حامل لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، خصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر الله. فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الأنصر لتفي بعشم الشارع أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأكلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامي، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان برعي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.